السلام عليكم. سؤال مهم، ليه مريض غضاريف الأنف لازم ياخد قراره ويعمل عمليته بدري؟ غضاريف الأنف من الحاجات اللي بتتضخم نتيجة وجود سبب آخر، زي مثلا الحاجز الأنفي، زي وجود لحميات، زي وجود سدة في الأنف، زي حساسيات في الأنف، أي حاجة من الحاجات دي بتسبب تضخم في الغضروف. عشان كده عمليات غضاريف الأنف عادة وبنسبة كبيرة جدا بنعملها مع عملية تاني هي العملية الأساسية اللي مسببة تضخم الغضروف. عشان كده التدخل الجراحي السريع لاستئصال جزء وتصغير غضروف الأنف مهم جدا، لأن طالما السبب موجود الغضروف هيفضل يزيد ويتضخم. عمرنا ما سمعنا أن في مريض عنده غضروف أنف ابتدى يتضخم بسبب وجود أي حاجة تاني وهذا الغضروف صغر لوحده. عشان كده المريض الشاطر الناصح هو اللي ينتقي ويعمل عمليات تصغير الغضروف، وطبعا الاهم من كده ان هو يعرف سبب تضخم الغضروف ويعمله، سواء حاجز او لحميات او مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.